بص يا أخي، صلى على سيدنا رسولنا. مسألة البنوك قتلت بحثا عند أهل العلم، وأنا ما أقوله ودرسوني في الأزهر، درسوني في الإعداد في الإعدادية، ودرسوه لي في الثانوية، ودرسوه لي في مرحلة الماجستير، ودرسوه لي أحباب إخوان في الله لما أصبحت إماما في وزارة الإيقاف. غير ذلك أنا ما أفهم، إلا أن أقول هناك من قال حلال وهناك من قال، وأنا مع هؤلاء الذين يقولون أنه لا يجوز شرعا. هي في النداء أحبابي إخواني في الله، أوروبا الآن تضج، العالم كله يعطي الفائدة زيرو. ليه؟ لأن هذا كسل للأمة. لما كله يدفع وإحنا نعمل إيه؟ نقعد قدام المساجد نبيعوا إيه؟ نقعد نعمل إيه؟ صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لأخويا بيسأل السؤال، هل يجوز للمرأة أو لغير المرأة أو أي واحد أنه يتابع الصلاة من بيته عن طريق المسجد اللي هو قريب منه، واحد قدام بيتهم مسجد، فممكن يصلي، وخاصة المرأة يجوز أن تصلي وهي في البيت والمسجد قريب منها، ينفع ولا ينفع شيء؟ جملة وتفصيلا لا، لأن المبنى منفصل عن المبنى. رقم اثنين، هي لا ترى إنما تسمع، وقد يحدث في بعض الأمور ما يحدث، انقطاع التيار، انقطاع غير ذلك، فهنا الرأي فيها والله أعلى وأعلم أنه لا يجوز. وكذلك الراديو، افترضنا وانت بتصلي واحد يأخذ الراديو ومشي، هتعمل انت صح أخوي؟ والراديو وكذلك التلفزيون، لأن انت ممكن بتصلي التلفزيون وروح واحد قالب برضه، لو ماتش يبقى توعد في السادس كده. جميل أحبابنا أخواننا، فهذه لا يجوز. بالنسبة للوهبة الصيام، هل يجوز أن يوهب الصيام للوالد أو الوالد أو غير ذلك؟ أنا ما أعلم في هذه القضية، إن الصيام صيام الفرض يؤدى عن الوالد، يؤدى عن الوالد. أما الصيام النافلة والله أعلى وأعلم، ما سمعت أنه يجوز، يعني إنك تصوم اثنين وخميس تروح تويهم لأبوك. لا، الأفضل من ذلك أن تدعو له، الأفضل من ذلك أنك تتصدق ولو بصدقة يسيرة، الأضمن أنك تأخذ الأضمن، والأضمن ذكره النبي فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي أحبابي؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأهل العلم يقولون أفضل ما يصل للميت الدعاء. الشغل في البنوك دي فيها حبس 3 أيام، صليتم على رسول؟ إن كان يعمل نقول له دور لك على شغلنا وما تسيبش الشغل، وإن كان لسه هيخدم نقول له بلاش وشوف لك أي حاجة تاني. صلى في الفندق حوالين الحرم، الفندق الفنادق في الحرم، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في زمزم هناك إن شاء الله، لأن زمزم في قلب الحرم، يعني اللي هو البرج بتاع الساعة ده. صليتم مع رسول الله، الصلاة متصلة الصفوف فيه، الصلاة فيه جائزة، الصلاة جائزة، لأن الصفوف كلها ترى الإمام وترى الإمام قدامك، كل الفنادق حتى هم شرعا عاملينها إيه، إن مركبين من نفس السماعات والشيخ بيقرأ وكل حاجة معاك، يعني ماشي حباب إخواني. نعم، لا هو لم يرد على أحد من الصحابة وكذا عملية قراءة الفاتحة وكل يدخل يقول الفاتحة، لم يرد حد عليه، إنما احنا بفضل الله تبارك وتعالى ندعو الله تبارك وتعالى. حكم القرآن الكريم للميت اختلف فيه الفقهاء، ولكن أنا مع من يقول أنه يجوز أن تقول بعد أن تقرأ يا ربي أنا أسألك أن تتقبل مني، تدعو وتقرأ، قرأت ديكو وقول يا ربي أسألك يا ربي أن تتقبل مني هذه التلاوة، جعلها روح والدي إن شاء الله، أحسبها إن شاء الله جائزة، يعني الله أعلى وأعلم. لكن هناك علماء أفضل، إحنا مش حاجة فيهم حاجة أساسية ولا حاجة، قالوا أنه لا يجوز قراءة القرآن، ولكن أنا مع من يقول يجوز. صلى على سيدنا رسول الله. هو القرآن أينما قرأ تنزل السكينة، مش قياسين بس، تقرأ أي سورة بفضل الله بتنزل السكينة، هذا وعد من الله، ما تلا تالي كتاب الله إلا ونزلت السكينة.
كأن ربي تبارك وتقول أن ممكن كنتم منشغلين والشيخ بيقرأ أو كذا أو كذا أو كذا، ولكن احنا سوف ننزل ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أسأل الله.